يعني واضح كده اننا بقينا في موسم الفيروسات، كل شويه بنلاقي خبر بيطلع عن اكتشاف فيروس ما. يعني اخر حاجه كانت فيروس حمى القرود تحديدا او جدير القرود، بعدها لقينا امبارح كان في فيروس انفلونزا الطماطم. ايوه انفلونزا الطماطم، علشان كده بيظهر على هيئه بثور. البثور دي هي بثور حمراء على شكل طماطم بتبقى موجوده على الجلد. الفيروس ده تم الاعلان عنه امس في الهند، تحديدا في اوشيدا، منطقه اوشيدا في شرق البلاد. المسؤولين هناك قالوا ان هو فيروس تم اكتشافه عند 26 حاله، يمكن اغلبهم من الاطفال. تحديدا يا جمانه هي اكثر الاشخاص عرضه للاصابه بهذا الفيروس. صحيح طبعا يا بتصمد، يعني شفنا السوشيال ميديا كلها والاخبار بتتكلم، ابتدت تتكلم كمان عن انفلونزا الطماطم. الحقيقه انه هذا الفيروس هو فيروس معوي بينتشر اكثر بين الاطفال اللي اعمارهم اقل من 5 سنين، بيسبب لهم حاله جفاف وتهيج بالجلد، يعني بيكون اقرب الامراض الجلديه. لحد دلوقتي اسباب الفيروس ده مجهوله، عشان كده مفيش علاج ليه، لكن الخبر الجيد انه في علاج للاعراض، وهو في كل الاحوال يعني الحمد لله فيروس يعني مش خطر وغير مميت يا بالصمد. يمكن هو ده الطمئنت بيه يعني المسؤولين في الصحة، تحديدا المواطنين، ان هو فيروس غير مميت. بينتشر بينتشر لانه اسمه انفلونزا الطماطم، فزيه زي الانفلونزا العادية، بينطبق عليه نفس باقي الفيروسات الخاصة بالانفلونزا تحديدا، وبيكون فيروس معدي زي ما قلنا، علشان كده لازم الشخص المصاب يتم عزله. يمكن خلاص بقى احنا بقينا دلوقتي اساتذه بعد الجائحه الخاصه بفيروس كورونا، وعرفنا يعني ايه اجراءات وقائيه واجراءات احترازيه للحفاظ على النفس والحفاظ على الغير. بيتم الحفاظ على نظافه وتطهير البيت بشكل دوري علشان يعني لا تنتقل العدوى الى شخص اخر، ده بالاضافه طبعا لغسيل بقى الاوعيه وغيرها من الاناءات وغيرها من الحاجات اللي بيستهلكها الشخص المصاب يعني بالفيروس. صحيح صحيح بتصمد، يعني كنا زي ما انت كنت بتتكلم كان انفلونزا الطماطم من عدد الحالات 26 حاله تقريبا، جدري القرود حوالي 157 حاله حتى الان. يعني تبدو الاخبار كده واحنا بنقولها لكم على الصبح ان هي يعني مش أخبار لطيفة، لكن خلينا نبص للجانب الإيجابي بقى من الأخبار دي. إيه الجانب الإيجابي؟ إن كل هذه الأمراض إن كان جدر القرود أو إنفلونزا الطماطم هي أمراض يمكن السيطرة عليها بشكل كبير، ومفيش منها خوف الحمد لله بعكس اللي حصل في كورونا. عشان كده امبارح منظمة الصحة العالمية طمنت الناس اللي خايفة من فيروس جدري القرود، وقالت إنه في أدوية كتير جداً ناجحه في علاج المرض. يا بتصمد صحيح يا جمانه، فكره جدري القرود تحديدا في ادويه ناجحه لعلاجه، لان هو زيه زي الجدير المائي تحديدا، فيمكن التعامل معاه بنفس الادويه وفي لقاحات ليه اللي هي الخاصه بالجدير المائي واثبتت فعاليتها حتى صحيح الان. لكن لو هنتكلم على انفلونزا الطماطم تحديدا، فيروس جديد ليس له علاج، مفيش علاج ليه، لكن في علاج للاعراض. يعني الأعراض اللي بتظهر سواء كان الطفح أو البثور اللي بتظهر على الجلد، سواء كانت الأعراض الصداع أو غيرها من الأعراض اللي بتشتبه إلى حد كبير مع أعراض الأنفلونزا الموسمية، لكن المسكنات والأدوية هي أدوية للأعراض اللي بتظهر بشكل عام. لكن يمكن الحاجة المطمئنة حتى هذه اللحظة هو التصريح الخاص بمنظمة الصحة العالمية اللي قالت إن الفيروس ده عمره ما هيتحول إلى جائحة زي اللي حصل بالضبط في فيروس كورونا. صحيح عبد الصمد، يعني وبشكل عام أعتقد إنه فيروس كورونا عودنا على بعض العادات كده لازم ناخد بالنا منها، إن إحنا ما نبقاش موجودين في تجمعات كبيرة، نحاول نلتزم برضو بلبس الماسك. بالمناسبة كنا بنشوف ناس أصلاً من قبل فيروس كورونا كانوا بيلبسوا الماسكات يا عبد الصمد. صحيح. في ناس عندها هوس إنها تغسل إيديها، أعتقد إن الهوس ده يعني شيء لطيف دلوقتي، إن إحنا نبقى حريصين دايماً على النظافة الشخصية، بلاش احتكاكات كتير، خلينا ناخد بالنا من صحتنا، وطبعاً نحافظ كمان على صحتنا النفسية لأن هي عامل أساسي في الحفاظ على المناعة بالصمت. فبلاش نخاف قوي وبلاش نتخض قوي، لأن ده بيأثر بشكل كبير كمان. فكرة الانزعاج أو أن أنا أتخض ده هيخليني أن أنا ما بقاش بتعامل مع الموقف بالشكل المناسب لي تحديدا. يمكن التصريحات اللي طلعت من الهند كلها بتؤكد أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بهذا الفيروس، فيروس انفلونزا الطماطم تحديدا، هم الأطفال. وبيسبب إيه؟ بيسبب جفاف
لدى الأطفال وتحديدا في الجلد. علشان كده لازم نتبع الخطوات يمكن اللي لسه قايلة عليها جمانة، الخاصة بسواء كانت النظافة الشخصية، سواء كانت أيضا عدم حك هذه البثور علشان خاطر ما تنتشرش بشكل أكبر في الجسم، ونحافظ على رطوبة الجلد من خلال شرب المية بشكل مستمر، وأيضا فكرة الاستحمام بماء دافي. يمكن كل دي ما نشربش مكان حد، ما ناكلش مكان حد، يعني الكلام ده بتهيألي يمكن ده يعني قواعد حتى نظافة شخصية صحيح. او قواعد عادية ممكن نتعامل بيها في حياتنا، مش حاجة تخضنا. على اي حال بنصبح على حضراتكم كلكم، صباح الخير عليكم وجمعة مباركة، صباح الخير يا مصر.